بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين للشيخ الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري، بارك الله في عمره وسعيه. بيقول بقى: الصورة الصحيحة للوطن في الفكر الإسلامي وعقلية الأزهر الشريف اللي هي المدارس الإسلامية الملتزمة بالشرع الشريف، اللي هو نموذج ليها في العصر الحالي والأزهر كنموذج وليس هو الوحيد. حب الوطن في القرآن الكريم وكلام المفسرين. بيقول للإمام الفخر الرازي: ملمح لطيف في الاستدلال من القرآن الكريم على حب الوطن وأنه داع فطري شديد العمق في النفس. أشار إليه عند تفسير قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فقال: جعل مفارقة الأوطان معادلة لقتل النفس. كأن الله تعالى يقول: ولو أني كتبت عليهم أعظم مشقتين في الوجود لم يمتثل. وأعظم مشقتين هما قتل النفس ويقابلها فراق الوطن. وعشان كده النبي كان يقول لك إيه؟ إن السفر قطعة من العذاب، لأنه في فراق الوطن، مش كده؟ قطعة من العذاب، لدرجة إن المسافر لأنه في محل المضطر ضعيف دعاء مستجاب، أما يجيب المضطر إلى العذاب. لأن الإنسان لما يبقى في وطنه يبقى مستغني شوية كده، بيزول اضطراره، عنده قرايبه وعنده أرضه وعنده داره وعنده عمله وعنده أصحابه والمكان اللي بيألفه، فبيزول اضطراره ويقل. لكن المسافر شديد الاضطرار بسبب ضعفه، يقوم ربنا يستجيب دعوة المسافر لكونه أكثر اضطرارا من اللي في وطنه. كل دي علامات تدلك على أن الشرع الشريف يراعي الفطرة الإنسانية العادية. الإنسان العادي بيحب البلد اللي تربى فيها وعاش فيها وأكل من ترابها وشرب من ميتها، فهمت ازاي؟ بيحبها لدرجة حتى لو قرايبه عزلوا منها يروح يزور الأطلال. الأطلال يعني بقايا، يعني لدرجة إن العرب ليهم أشعار كتيرة في الأطلال دي، فهمت؟ والخيام وبتاع. ليه؟ لأن الفطرة إنسانية، ولا يأتي الإسلام بشيء يخالف الفطرة الإنسانية. ففراق الأوطان عند العقلاء أمر صعب جدا يساوي ألم قتل النفس. وعشان كده اللي بيموت خارج وطنه له أجر شهيد، مع إن اللي بيموت جوه وطنه مالوش أجر شهيد ولا حاجة، فاهم؟ على أرضه بين جمهور، ميت على أرضه وبين جمهور، إنما التاني مسكين ميت غريب، فيقول ربنا سبحانه وتعالى على ابن السبيل ده لما يموت له أجر شهيد، ده دليل إن هو في مشقة شديدة. وقال العلامة الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح: ومفارقة الأوطان المألوفة هي أشد البلاء، ومن ثم فسر قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، يعني إخراجهم من وطنهم أشد من قتلهم. قال الفتنة هنا إخراجهم من وطنهم أشد من قتلهم، وإن كان الفتنة هنا الإكراه على دين هم لا يريدونه، يبقى ليها معنى الإكراه على الدين مع بقائهم في الوطن، أو إن هم يفارقوا الوطن ويحافظوا على دينهم، فاختاروا مفارقة الأوطان على صعوبتها لأن الدين أغلى من الوطن. يبقى الاثنين غاليين، الدين والوطن، لكن اذا ايه تعارض نقدم ايه؟ نقدم الدين، فاهم؟ لانه عقب بقوله: والفتنه اشد مقام الاهل ايه؟ واخرجوهم من حيث اخرجوكم. ومن ثم فان كل ايه تظهر فضل الهجره فانها رجع الى هذا الاصل، والذي هو شدة الصبر ومغالبة النفس على فراق الأوطان المحبوبة إيثارا لمعنى من المعاني الشريفة. فكم لهذا المعنى من قدر حتى تصبر النفس على تلك المشقة العظيمة لأهلها. قال الشاعر: ثلاث يعز الصبر عند حلولها، ويعزب عنها عقل كل لبيب: خروج إدرار من بلاد تحبها، وفرقة أصحاب، وفقد حبيب. حب الوطن في الحديث النبوي الشريف وكلام شراح الحديث. روى البخاري وابن حبان والترمذي من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر، احنا بنرد ده كله ليه؟ لان الاخوان المسلمين عندهم ان حب الوطن ده من الجاهليه القديمه، لا عليك ان تقاومه ويبقى وطنك هو الاسلام. جعل تزاوج بين الوطن والدين، لا الدين حاجه والوطن حاجه. ازاي؟ لكن هم زوجوا بين الوطن والدين فجعلوا الدين هو الوطن، ولما جعلوا الدين هو الوطن والدين معنى صار أصبح لا وطن لهم، فضرب عليهم التيه في الأرض.
زي بني اسرائيل كده، فتلاقيهم انتشروا في الارض، هاجروا من كل بلد وقال لك احنا كده مهاجرين بقى ايه عشان احنا منبوذين من المجتمعات، احنا مجاهدين في سبيل الله. وكلما عاقبهم الله ليعودوا كلما ازدادوا تمسكا بهم، في اعتبارا ان هذا ابتلاء من الله عليهم الصبر عليه. شفت ماشي ازاي؟ علشان كده ينادون من مكان بعيد. كلما اشتد عليهم البلاء لعلهم يعودوا ويعقلوا، يراجعوا نفسهم يقول لك لا احنا نشتد تمسكا لان احنا كده دليل اننا اهل حق. فشفت الضلال البعيد اللي هم فيه. روى البخاري وابن حبان والترمذي من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر فنظر الى جدرات المدينه اوضع راحلته وان كان على دابه حركها من حبها. يعني النبي كان بيجي يشوف ايه حدود المدينه ظهرت ونخل المدينه ابتدى يظهر وجبال المدينه، يوضع الايه اللجام. يعني يوضع اللجام يعني ايه؟ يعني يفتح الرابع باللغه بتاعتنا دلوقتي، يعني يشيل رجله من على الفرامل، يعني لان اللجام ده هو الفرامل. فاوضع اللجام يعني ايه؟ يعني بقى يمشي من غير فرامل، يعني يبقى عايز يسرع يوصل بلده. يبقى اوضع يعني ايه؟ يعني ترك اللجام، يعني ما بقاش يدوس فرامل، مش عايز يوقف لحد ما يوصل من شده حبه. فهمتوا ازاي؟ ففي هذا الحديث الجليل تصرف نبوي هاد محفوف بالعصمه ومنزل بالوحي، تحرك به الجنان النبوي الشريف ومن ورائه الالهام الصادق والوحي المبين بحنين القلب الى الوطن ونزوع الفؤاد اليه، حتى ان كان صلى الله عليه وسلم لا يحرك دابته الى المدينه المنوره اذا قفل من سفره وابصر جدرانها من حبها وحنين الجنان الشريف اليه. ولذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري وفي الحديث دلاله على فضل المدينه وعلى مشروعيه حب الوطن والحنين اليه. ده كلام من ابن حجر العسقلاني مش المرشد العام بقى. فهمت ازاي؟ فرق بين العلماء وبين بقى اللي بيسمي نفسه مرشد، وهو اصلا لا مرشد له. فهمت ازاي؟ هو عين نفسه مرشدا بغير مرشد له. طب مين شيخ المرشد؟ ملوش. حسن البنا نفسه كان شيخه الشيخ مين؟ عبد الوهاب الحصاف. كان شيخه الشيخ عبد الوهاب الحصاف. لما مشي في موضوع السياسة والحاجات دي الشيخ أبو هاب الحصافي قالوا هذا ليس طريقنا يا حسن، اترك هذا الأمر واستمر على طريقته. ففارقه فأصبح لا شيخ له، ثم سمى نفسه إيه؟ المرشد. فالمرشد صار لا مرشد له. فهمت بقى إزاي؟ عشان كده بقى مشكلة. وقال له كده، قال له يا حسن أنت ماشي في طريق كله دم، أنا شايفك يا حسن بتخترق طريق كله دم. كان هو من أهل الكشف. فهمت ازاي؟ فقام قال له ايه؟ الموت في سبيل الله اقصى امانينا، يعني ما زال في غيه. مش عايز بقى يتراجع، لا كل ما يقول له حاجه يحولها لطاعه وهي تحذير. وهم لحد دلوقتي كده. كل ما تيجي تقول لهم حاجه يحولوها الى طاعه. يا جماعه فقدت ابنائكم من اجل هذا. يا سيدي ده انت ابنك مات منك في رابعه. بعد ما ربيته وتعبت فيه ده ضناك ما يصح. يقول لك انا قدمته لله. تيجي كل ما تكلمه حاجه نفس ايه وراثه من البي المرشد الاول. فهمت ازاي؟ ما بيتعظوش ابدا. فهنعمل ايه يا سيدي؟ فهذا الحديث الجليل مرشد الى حظ من السنن النبويه المشرفه يتجاور مع بقيه السنن الشريفه المتعلقه بالعبادات والمتعلقه بالاداب والاخلاق والمتعلقه بالحرف والصنائع ووجوه العمران والمتعلقه بالعلاقات الواسعه بين الامم الى اخر تلك المنظومه القيميه النبويه الصانعه لشخصيه الانسان المسلم على حد التمام والكمال. قال الحافظ الذهبي في سير اعلام النبلاء: وكان يحب عائشه ويحب اباها ويحب اسامه ويحب سبطيه ويحب الحلواء والعسل ويحب جبل احد ويحب وطنه ويحب الانصار الى اشياء لا تحصى مما لا يغني المؤمن عنها قط. يعني النبي كان بيحب حاجات كتير، هو بيعتبر الحب شرك بالله. لو حبيت حاجه مع الله اشرك. ثم النبي كان بيحب الحاجات دي كلها. فهمت ازاي؟ لانه بيحبها لانها بتعينه على الله وبتوصله الى الله. فهمت؟ ده لدرجه سيد درويش نفسه يقول لك حب الوطن فرض علي. فرض. جاب لفظ ايه شرعي.
ليه؟ لانه كان اتعلم في الازهر زمان وهو صغير، وما سموه الشيخ سيد، بس ما كملش بسبب حبه للموسيقى سبق الازهر، لكن كان حافظ القران وتعلم مبادئ العلم الازهري. فلما اتعلم مبادئ العلم الازهري عمل ايه؟ عمل اغنيه سماها حب الوطن فرض عليك. دي بايه؟ بروحي وعيني. ولا ده قالها سيد درويشي؟ ايوه. طيب شفت بقى سيد الشيخ سيد، ما هو كان شيخ والله قبل ما يضحكوا عليه وهو كبير، وقعوه في دائره الادمان ومات مسكين بسبب الهيروين، لان قرناء السوق دلوه على الهيروين، قالوا له عشان تسهر، لان هو كان عنده نشاط ويحبش ينام علشان عايز يعمل تلحينات كتيره وعايز يبتاع ويسافر كتير، فكان النوم بالنسبه له ازمه، بيضيع جزء كبير من يوم، فهو عايز يسهر على طول. يقوم الجماعه قرناء السوق قالوا له شوف المخدرات دي هتخليك مسهل كده مفجر تمام على طول ما تنامش، فدلوه على سكه المخدرات عشان تنبهه. فلما وقع في دائره الادمان مات مسموما من الهيروين رحمه الله، واخد بالك؟ لكن المقصد ايه؟ ان ربنا انطقه بحق، حب الوطن فرض عليا فعلا، واخد بالك ازاي؟ هيقول لك المشايخ بيستدلوا باقوال سيد درويش انا لله وانا اليه. لا يا سيدي ما بنستدلش بيه، لكن احنا بنستنطق الحكمه من السنه الناس، وحكمه والحكمه ضلت المؤمن اينما وجدها فهو اولى به. فهمت ازاي؟ ادي الحكايه، لكن ليس دليلنا هو كلام سيد قطب سيد درويش، او سيد درويش مثلا اكثر فقه من سيد قطب. فهمت ازاي؟ اللي هو مات مدمن مخدرات ده مسكين. فهمت ازاي؟ هو مسكين لانه وقع في دائره الادمان بسبب ان الناس يعني ايه دلوه على طريق خطا. فهمت ازاي؟ فوقع في دائره الادمان، نحتسبه عند الله ربنا يرحمه. يقول لك ازاي بيترحم على مدمن؟ الله، امال العنه يعني مش ميت مسلم؟ كان غريبه قوي. مش ميت مسلم ولا ميت كافر؟ قسوه، عندهم قسوه في القلوب كده وغل، حاجه غريبه. يا سيدي ربنا يرحمك، يعني لو دخلت الجنة ولقيت فيها مثلا الرقاصة فلانة هتخرج؟ تقول ليه دخلت الرقاصة؟ تمام، ما ربنا هيدخل بغية من ايه؟ بغية بني إسرائيل عشان سأتكلم. هتلاقي في الجنة مومس. وهتلاقي في النار عابدة. دخلت النار في قطة حبستها ما أكلتهاش. الله، ده فعل الله في عباده، وربنا بيدخل الجنة أهل الرحمة. اللي في قلوبهم رحمة. بل جعل العلماء حب الوطن هو علة مشقة السفر مطلقا، حتى لقد ذهب إلى ذلك بعض شراح الحديث في تفسير الحديث الذي رواه أحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر الجهني أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث تستجاب دعوتهم: الوالد لولده، والمسافر، والمظلوم على ظالمه. فعلل الشراح سبب استجابة دعاء المسافر هو ما يعاني من فاقة واضطرار وحزن لمفارقة وطني وأهله، فقال العلامة المناوي في فيض القدير شارحا للحديث: لأن السفر مظنة حصول انكسار القلب بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب الإجابة. وقال بعض الحكماء: الحنين إلى الوطن من رقة القلب، ورقة القلب من الرعاية، والرعاية من الرحمة، والرحمة من كرم الفطرة، وكرم الفطرة من طهارة الرشد. ولقد فطر الله تعالى الخلائق جميعا على الميل الفطري الحنيف اللطيف إلى أوطانه، وأودع سبحانه في الفطر النقية من سائر الموجودات قرارا وسكونا وانشراحا إلى الوطن، حتى إن المتأمل لا يجد ذلك في سائر الناس الوجود، فالأساد والأشبال تأوي إلى عرينها، والإبل تحن إلى أعطانها، والنمل يحن إلى قراه، والطيور تهوي وتميل إلى وكناتها، والإنسان مجبول على مفطور على شدة الحنين إلى الوطن. وقد قال ابن الجوزي رضي الله عنه في مثير الغرام الساكن: والأوطان أبدا محبوبة. وقد لاحظت العرب ذلك وتفننت في تسمية أوطان الكائنات، حتى قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والعرب تفرق في الأوطان فيقولون: لمسكن الإنسان وطن، ولمسكن الإبل عطن، وللأسد عرين وغابة، وللظبي كناس، وللضب وجار، وللطائر عش، وللزنبور كور، ولليربوع نافق، وللنمل قرية. قلت: ولتلك الأجناس جميعا حنين إلى أوطانها، حتى جمع ربيع البصري على سبيل المثال كتابا في حنين الإبل إلى أوطان، فكيف بالإنسان؟ حتى دراسة هجرة الطيور، هجرة الطيور دي في طيور تلاقيها بيضها يفقس في مصر
مثلا، واول ما يلبس وتتعلم الطيران تطير على الاف الاميال، تروح اوروبا وتكبر وتتكاثر، وتلاقيها في الاخر تحن للمكان اللي فقست منه، ويجي هجره الطيور، لدرجه عاملين فوق قبه الامام الشافعي سفينه كانوا بيملوها قمح علشان الطيور المهاجره دي بتبقى جايه جعانه من اوروبا مسافره، تقوم ايه تيجي على قبه الامام الشافعي تلاقي قمح، تقوم ايه تاكل. فهمت ازاي؟ يعني حتى الطيور بتحب لاوكرها. فهمت؟ فاذا كانت الاجناس اجناس الوجود كلها من حولنا رغم انها عجماء لا تفصح ولا تبين، قد تبين من ملاحظه طباعها واحوالها شده وفائها وحنينها الى اوطانها، فالانسان اولى بذلك منها لما يمتاز به عنها من الكمالات الانسانيه التي تجعله محلا لكل خلق كريم والوفاء والمروءه على راس تلك الشمائل. حتى قال احمد شوقي: وللاوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. واقول على غرار ذلك، الانسان لكمال انسانيته اولى بالوفاء للوطن والقيام بمحبته وصيانته من سائر تلك الاجناس. هنتكلم بعد كده على حب الوطن عند الفقهاء المره الجايه ان شاء الله. سبحانك اللهم.